من النماذج المضيئة في التعامل مع المشكلات المستعصية على الحل أو المزمنة هو كيف تعاملت المؤسسات المصرية مع مشكلة فيروس سي في مصر. بيلخص الأمر فيما يعرف بمشروع القضاء على فيروس سي أطلق من حوالي سنتين. في خلال السنتين تم علاج ما يقرب من 2 مليون مصري، تم شفائهم الحمد لله. المستهدف لسه 5 مليون. الأرقام بتقول إن في مصر لدينا من 100 مليون ما بين 7 إلى 9 مليون مصري مصاب بفيروس سي. أنا واقف بشدة عند فكرة روشتة النجاح، علنا نستطيع أن نكررها في أمراض أخرى وفي ميادين أخرى. نرحب بمدير المعامل بمؤسسة الكبد المصري الدكتور أيمن عبد الفتاح حسن. نورنا دكتور أيمن. كيف أولا أنا بعتقد ده نجاح، هل ترونه نجاح ولا نجاح لم يكتمل لسه عاوزين العشرة مليون يبقوا تمام؟ لا، النجاح لم يتوقع وما كناش متوقعين، غير متوقع. غير متوقع، كنا متوقعين طيب. حتى نص، وننتظر ان احنا باذن الله الاحسن من ذلك بكثير. طيب ايه اسباب النجاح؟ اسباب النجاح التنظيم الجيد ومعرفه اساس المشكله. كانت اساس المشكله هي غياب الوعي والثقافه لدى المواطن المصري عن الفيروسات الكبديه. في ناس كتير جدا من المواطنين المصريين تغيب عنهم فكره يعني ايه التهاب كبدي، يعني ايه فيروس كبدي، يعني ايه الكبد بيبقى تعبان نتيجه الفيروسات الكبديه. وده اللي احنا ابتدأنا اشتغلنا عليه، وكده كان اساس مشروع قرية خالية من الفيروسات اللي تبنته الجمعية، جمعية رعاية مرضى الكبد اللي اسسها طبعا الدكتور جمال شيحة. فالفكرة العامة كانت كيفية التواصل مع المواطن في مكانه، نحن ننزل له القرية. وطبعا المواطن الاول ما كانش مستجيب، فطبعا اضطرينا ان احنا نلجأ لرجال الاعمال اللي في القرية، الناس اللي يقدروا يساعدونا ان احنا نوفر مركز شباب نادي ان احنا نقدر نتواصل فيه مع الناس. نزل فريق الوبائيات، تحدث مع المواطنين، عرفوا يعني ايه المرض، يعني ايه اسباب المشكله، ازاي يتنقل الاهميه القصوى للتشخيص المبكر وكيفيه العلاج. تكون عندكم احتفاليه او احياء لذكرى اليوم العالمي لمكافحه امراض الكبد في المؤسسه من 3 ايام تقريبا. صحيح، 28 يوليو. كويس. اخر ارقام شبه الرسميه، انا عارف ان مفيش ارقام رسميه عارف، بس اخر ارقام بتقول ايه؟ اخر الارقام بتقول ان احنا وصلنا الى ما يقرب من 1,800,000 مريض كانوا بيعانوا من فيروس سي في مصر وتم علاجهم حاليا. بنقول ان احنا ان شاء الله مستهدف ان خلال 3 أو 4 أو 5 سنين تقريبا، من 3 لـ 5 سنين يتم القضاء على باقي المصابين بفيروس سي في مصر. طبعا برضو الناس غايب عنها شويه فكره فيروس بي، ودي مشكله كبيره برضو، عشان كده احنا اهتمينا بفيروس سي وبي. تمام، اتفضل. هنخلص اول على فيروس سي وبعدين نشوف فيروس بي. ما هي الفكره في كده بقى، احنا اما بننزل نعمل سكريننج او مسح شامل لاي قريه او مكان، بننزل بنعمل مسح للاثنين مع بعض في نفس الوقت، والمريض اللي بنلاقيه محتاج علاج لسي بياخد علاجه، اللي محتاج علاج لبي برضه بياخد علاجه في نفس الوقت، عشان نمشي في يعني خط متوازي للقضاء على الفيروسات الكبديه عامه. طبعا لا يغيب عن حضراتكم ان المتشافي هو الحمد لله بيصبح لا يؤهل لمرض غيره، لان كانت الفيروس بيتنقل من مثلا قص الشعر، من استخدام ادوات شخصيه لشخص اخر. فكون انت عندك واحد كان مصاب بفيروس وشفيته لا يعني حينها ان انت شفيت شخص، انت حميت مجموعه كامله من الفيروس. معانا كمان تقرير من مؤسسه الكبد المصري، كيف تخاطب المجتمع المصري، كيف توعيه وتحذره من مخاطر فيروس سي، عافانا الله منه وعافاكم. للعام الثالث على التوالي منذ بدء خطة الحكومة للقضاء على أمراض الكبد الوبائي، تحتفل مؤسسة الكبد المصري باليوم العالمي لمكافحة أمراض الكبد الوبائي، حيث تعمل المستشفى بالكامل على مواجهة تلك الأمراض المنتشرة بصورة أكبر في محافظات الوجه البحري بمصر. وتشير الإحصاءات إلى شفاء 1,800,000 مصاب بفيروس سي خلال هذه المدة. كل اللي تعالجوا في العالم ما يجوش 500,000، اللي تعالجوا في مصر بس 1,500,000. يعني احنا معالجين يمكن من سنة كنا معالجين 4 أضعاف العالم، دلوقتي احنا يعني الرقم بيكبر. تقريبا كل المصريين اللي عندهم فيروس سي وعارفين ان عندهم تقريبا يتعالجوا، لدرجة ان وزارة الصحة ما عادش فيها ايه قوائم انتظار.
تسعى الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني على توعية الجمهور من انتشار أمراض الكبد الوبائي، وتقدم تلك الخدمات والأدوية بمقابل رمزي أو بدون أي تكاليف على الجمهور. بصراحة هنا لا، هنا الفرق جامد جدا بين المستشفى العام وبرضه بين المستشفى الخاص، لأن احنا تعتبر مستشفى وسط، لكن الخدمة فيها متهيألي تفرق كتير جدا 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 عن المستشفى العام، وتكاليف قليلة جدا برضو عن المستشفى الخاص. أول مرة أجي المستشفى دي وقطعت تذكرة ب20 جنيه والأشعة بس، لم شايف ليش تاني ولا أي حاجة مني. قبل بدء خطة الحكومة كانت نسبة الشفاء من الفيروس باستخدام عقار الانترفيرون ولمدة عام كامل لا تتجاوز 50%، وبعد استخدام الأدوية الحديثة منذ سبتمبر عام 2014 أصبحت مدة العلاج 3 أشهر ونسبة الشفاء تجاوزت 95%، بالإضافة إلى توافر الدواء في مراكز الكبد المنتشرة في جميع محافظات مصر، حيث وصلت تكاليف العلاج على نفقة الحكومة ما يزيد عن 2.5 مليار جنيه مصري خلال العام الماضي. مستشفى الكبد المصري هي واحدة من عوامل نجاح الحكومة المصرية والمجتمع المدني في شفاء ما يقارب من 2 مليون شخص خلال 3 أعوام من أمراض الكبد الوبائي، خطة تهدف إلى القضاء تماما على هذا المرض من كل قرى ونجوع مصر. من محافظة الدقهلية، أسامة عبد التواب، الغد. كونك تشفي بإذن الله 2 مليون مصري، 1.8 مليون، كونك توفر ميزانية هذا الدواء تتكلم عن حوالي 2.5 مليار جنيه، أعتقد أن ليس هناك وجود لأي وزارة صحة وحدها تستطيع أن تحشد لذلك. بالتأكيد يا دكتور أيمن، في دور هنا للمنظمات المجتمع المدني، إلى أي مدى ساعدت في هذا النجاح؟ منظمات المجتمع المدني المهتمة بموضوع فيروس سي وعلاجه كان دورها يعتبر موازي لدور وزارة الصحة، وهي محاولة المشي قدما في محورين. المحور الأساسي الأولي اللي هو نشر الوعي لدى المواطن المصري، هي دي المشكلة الأساسية، إن المواطن لو عارف إن في خطورة على صحته وخطورة على باقي أفراد عائلته هيتوجه هو من نفسه. المشكلة في كده، فإحنا بنحاول مؤسسات المجتمع المدني إن هي تنزل للمواطن بالندوات، التعاون، الاحتكاك بالمواطنين لمعرفة يعني أساسا المرض وأهمية التشخيص المبكر. النقطة الثانية اللي هي محاولة الوصول للأماكن التي يصعب على الحكومة الوصول ليها. يعني تمام، اسمح لنا، والحكومة بتعرفش تروح أماكن؟ لا مش بينها. لا يعني هي مثلا متمركزة مثلا في الدلتا، فإحنا لما جينا نفكر قلنا لا، الصعيد مهمل مثلا شوي، الصحة فيه مثلا قليلة شوي، فاضطرينا إن احنا نفتح 5 فروع على مستوى الصعيد كل، يعني خطوة استباقيه شويه، يعني مش ان هي مش قادره توزيع الادوار في المهام مع الحكومه، بحيث ان انا كويس. يعني ان انا ما تعملش مثلا مكان جنب مستشفى، لا تشوف مكان ما فيهوش مستشفى. يعني طب اسمح لنا يا دكتور ايمن، ينضم الينا عبر الهاتف دكتور علاء حشيش، مسؤول برامج الامراض المعديه بمنظمه الصحه العالميه بمصر، مكتب المنظمه بمصر. دكتور علاء، يهمني كتير ان احنا نعرف من حضرتك كيف تنظر منظمه الصحه العالميه للمجهود المصري في مكافحه فيروس سي. مساء الخير الاول، ارحب بحضرتك ومرسي على المكالمه. طبعا النموذج المصري لعلاج فيروس سي نموذج رائد عالميا، يعني احنا تقريبا في جميع الادله الارشاديه اللي طلعتها منظمه الصحه العالميه في اخر حوالي سنه ونص تم الاشاده بالتجربه المصريه. التجربه المصريه فيها حاجه مميزه جدا، ان هي بيجمع بين الشق الوقائي والشق العلاجي. يعني الفكر ان انت تعالج مرضى وما ترفعش الوعي بتاعهم وما تمنعش اسباب الحدوث، المشكله لن تنتهي. فكونك جمعت بين شق وقائي، رفعت الوعي المجتمعي، التثقيف الصحي، اجراءات مكافحه العدوى في المنشات الصحيه، ربط المرضى بمراكز العلاج، ان شاء الله المجهود دوت هيؤدي الى ان المشكله تتحل مع العلاج. طبعا الحاجه الثانيه التكامل والتكاتف بين جميع اطراف المجتمع. التقرير الممتاز اللي اتعرض من شويه دوت ورق قد ايه منظمات المجتمع المدني بتساعد في حل مشكله قديمه جدا في مصر بمجهود كبير ورائع وجبار. في نفس الوقت الحكومه المصريه عندها ارقام ثانيه انا يعني كان نفسي انها يتم عرضها. قولها لنا يا فندم. 164 مركز علاجي منتشر في مصر كلها،
لعلاج الفيروس سي بالمجان. بالمجان تماما. فحضرتك ال 164 مركز تبع التامين الصحي وتبع اللجنه القوميه لعلاج الفيروسات الكبديه، بالاضافه لجمعيات المجتمع المدني دي، بتساعد انت يعني يبقى في انتشار وتوصل لكل الاماكن في مصر تسهيلا على المرضى انهم يوصلوا وياخدوا العلاج بصوره ادميه، يكون في طبيب مدرب مؤهل انه طيب يشوفهم ويتابع حالتهم. دي حاجه كويسه جدا. بماذا استرشدت وزارة الصحة وهي بتحاول أن تقضي على فيروس سي في مصر؟ هل كان في نموذج عالمي آخر؟ يعني دعونا نعترف أن مصر هي رابع دولة على مستوى العالم فيها إصابات بفيروس سي. مصر في علاج فيروس سي تعتبر رائدة عالميا. طبعا إحنا كمنظمة الصحة العالمية إحنا اشتغلنا مع وزارة الصحة المصرية في وضع الخطه القوميه للقضاء على الفيروس سي. الخبراء بتوع منظمه الصحه العالميه والخبراء المصريين اشتغلنا سوا في انشطه كثيره، بس التجربه المصريه هي التجربه الرائده عالميا. صراحه دعونا نعترف ان معظم دول العالم بتبص للتجربه المصريه كنموذج لمحاوله تقليده. هل هناك دول ستحاكي هذا النموذج المصري في مكافحه فيروس سي؟ دورنا كمنظمة صحة عالمية ان احنا ننقل الخبرات بين الدول. في دول كتيرة عن طريق المنظمة وعن طريق البايلاترال كوميونيكيشن بين وزارات الصحة في الدول المختلفة، وزارة الصحة المصرية بتحاول تنقل التجربة، بتحاول تستعين بالخبرات المصرية، وضع سياسات، تدريب اطباء. يعني التجربة المصرية تجربة ثرية وفريدة فعليا على مستوى العالم. شكرا دكتور علاء حشيش، مسؤول برامج الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور أيمن، إيه اللي وصل عندنا الموضوع لهذه الأرقام المفزعة بعض الشيء؟ تحدث عن 9 مليون 7 مليون، تحدث عن رابع دولة على مستوى العالم فيها إصابة بفيروس سي. نقص الوعي لدى المواطن ونقص يعني العادات السيئة الكثيرة التي كان يتبعها كثير من المواطنين في مصر، زي الأدوات الشخصية، أدوات النظافة، أدوات الحلاقة، فهي ده كان وده كان الدور الأساسي في علاج فيروس سي. هو ده كان أهم حاجة، إن أنت لازم تنشر الوعي صح بين المواطنين. الرقم اللي هو يعني قعدنا نبحث كثيرا على أرقام، طبعا فيروس سي عافاكم الله منه وعافانا، يعني لا يكتشف إلا عند التحليل، يعني ما حدش هيعرفه إلا لما يحتاج يعمل تحليل لسفر أو لشغل أو لأو. هنا عندنا مشكلة في الأرقام كمان يا دكتور أيمن، يعني في كثير من الجهات وأنتم كإن جي أوز بتقولوا مثلا إن هو من 7-9 مليون مصاب، إنما لدينا رقم رسمي بيتحدث عن حوالي 4 مليون 3800 لو أنا فاكر، وزارة الصحة بتقول كده. الجاب ديت جاية منين؟ الجاب ديت ان جايه ان في ناس كتير جدا عندها فيروس سي مش عارفه ان عندها فيروس سي. انتوا عرفتوا منين؟ زي احصائيات برضو من خلال المستشفيات، وزاره الصحه، من خلال ليس كل الدم. ليس كل مرضى فيروس سي مسجلون في وزاره الصحه؟ لا يعني لا، معظمهم مسجل، لا 90% منهم مسجل. العاهل الكبير في الموضوع كله على وزاره الصحه. واحده واحده يا دكتور. وزاره الصحه بتقول في مصر 3 مليون 800 الف مصاب. كويس؟ ما هي اكيد وزاره الصحه بتتكلم على عدد المرضى الكبير اللي راح لهم. مش فاهم. يعني المرضى الذين توجهوا الى المستشفيات الحكوميه. كويس. اللي تم اكتشاف المرض مثلا عندهم ولسه ما تمش علاجهم. بتشوف العدد ده ممكن يكون موازي، يعني عدد مماثل بره، عشان كده بتقول هي من 7-9 مليون. طيب المؤسسات المجتمع المدني او دورنا كمستشفى او مؤسسه، انا بنزل في اماكن مثلا المريض ما راحش. فبتبتدي بقى الاحصائيات من وزاره الصحه اللي هي المستشفيات الحكوميه الرسميه تتحط على الاحصائيات اللي جايه من مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات المهتمه بامراض الكبد والمعاهد القوميه لامراض الكبد المنتشره على مستوى الجمهوريه، ويتم وضع رقم تقريبي لها. لكن هل وزاره الصحه فقط اللي عندها الاحصائيات؟ لا طبعا، لان في جهات اخرى معاها يعني. طيب ولكن انا يهمني في المقام الاخير في ختام الحوار، يعني ان احنا عرفنا الطريق. بالظبط. العدد لا اقف عنده كثيرا، لان بالزبط. من داوى 2 مليون في سنه ان شاء الله هيداوي 10 او 20 اذا ما اراد، او حتى يساعد
غيره في الدول يعني. بالزبط. فاحنا كده عرفنا الطريق، والطريق الحمد لله ليس به اي مشاكل، ما فيش اي مشاكل في الخطه القوميه لمكافحه امراض الفيروس سي، ولا حتى مشكله تمويليه، لان الدواء غالي. السوفالدي بكام كان الاول؟ ب 900 دولار للمريض، دلوقتي بقى 90 دولار مش بيدفع المريض تصنيعه. اللي بتتحمله الوزاره. ايوه 90 دولار تمام تكلفته دلوقتي. دلوقتي الدواء المصري بقى تكلفته قليله جدا بالنسبه بس بالمجان، بيوصل بالمجان للمريض. طبعا للمجان كويس. الهدف كله ان هو العلاج بالمجان، حتى ما فيش مشكله تمويليه في الخطه القوميه لمكافحه فيروس سي. طيب نتوقع ان شاء الله مصر خاليه من فيروس سي سنه كام؟ ان شاء الله خلال 5 سنين، يعني 2022 ان شاء الله. طيب شكرا جزيلا دكتور ايمن عبد الفتاح حسن، مدير المعامل بمؤسسه الكبد المصري، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق يا رب.